من ضمن الأسئلة، إيه وظيفة الكول سنتر؟ هل لها مؤهلات معينة أم لا؟ وإيه الأوراق المطلوبة للتقديم؟ الحقيقة عادة مش بيكون مطلوب ليها مؤهلات معينة سوى إنك حاصل على مؤهل عالي. أغلبية الكول سنتر اللي باللغة العربية دايما بيطلب، يقول لك حاصل على أي مؤهل عالي، يونيفرسيتي ديجري أو شهادة جامعية دايما، أو شهادة معهد أو أكاديمية، المهم شهادة عليا، ما تكونش شهادة متوسطة أو شهادة فنية أو قوية مكان، هي دي اللي بتكون مطلوبة. الورق المطلوب عادة أنت بتقدم وبيعملك الانترفيو، ساعتها بعدها بيبعت لك الورقه كده المطلوب، يقول لك بعت الفيش والتشبيه طبعا ده اول حاجه، وبعدين الصور الشخصيه، تجيب له برنت التامين، تجيب له كمان ان الشهاده الاصول بتاعه شهاده الميلاد وشهاده التخرج، وطبعا شهاده الجيش لو انت متخرج. في بعض الاماكن بتقبل الخريجين الكول سنتر وهم في سنه ثالثه او في سنه رابعه كليه، في بعض الاماكن بتقبل ده، اعمل سيرش وابحث وقدم وروح، وان شاء الله ربنا يكتب لك كل خير، واتمنى جاوبتك. خلي بالك المؤهلات المعينه دي ممكن تقل شويه في اللغات التانيه غير اللغه العربيه والانجليزيه، ممكن مثلا في اللغات الفرنسيه والالماني تجد ان الكول سنتر يقول لك حتى لو معاه ثانويه، حتى لو معاه، المهم بيعرف يتكلم اللغات دي، لان مش لاقي حد يكون بيعرف يتكلم هذه اللغات بطريقه سريعه وفي نفس الوقت محترفه. فهو ده اللي بيكون مطلوب، وربنا يوفقك.